حالة التأهب التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي وبانتظار الرد المتوقع من عدد من الجبهات ومحور المقاومة. وسنتحدث هذا الصباح إلى إذن سيادة اللواء أحمد عيسى المختص أبحاث الأمن القومي الذي سينضم إلينا في هذه اللحظات عبر سكايب. أهلا بك سيادة اللواء، صباح الخير. صباح النور، أهلا بك وتحياتي لك ولكافة مشاهدين قناتكم. أهلا بك وصباح الخيرات. وسنبدأ من تطورات الأوضاع تحديدا في منطقة يعني تل أبيب وما جرى من عملية تعنف نفذها فلسطيني إذا يقتنس الفيت وفقا لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أي أبعاد تحمل هذه العملية وفي هذا التوقيت، وهل هذه تأتي في إطار الرد على يعني استمرار مسلسل الإباد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة، وصولا إلى توقعات بهذا التصاعد ما بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ أعتقد نعم، إذا كان السؤال أن هذه مثل هذه العمليات تأتي في إطار الرد، فهذا عمليا شيء طبيعي من قبل الشعب الفلسطيني، وهي متواصلة منذ فترة ليست قصيرة، أي ليست جديدة. ولكن التصعيد الإسرائيلي سواء كان ضد شعبنا الفلسطيني، سواء كان بارتكاب المذابح اليومية في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، بالأمس كان يعني ارتقى 9 شهداء في طول كرم، وتم قتلهم أو اغتيالهم من خلال استخدام طيران حربي. أي هناك في تصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي بالعنف. ولكن هذه العملية تكتسي أو تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها ومن حيث المكان الذي نفذت فيه ومن حيث الظرف العام الذي جرت فيه عمليا. فالعملية جرت في قلب تقريبا ما يعرف بجوش دان، أو وهو مركز إسرائيل الحيوي أو مركز المركز كما يقولون، وهذا من حيث المكان. أما من حيث اللحظة فإسرائيل كلها تقف على رجل ونصف في حال التأهب انتظارا برد يأتي من مكان آخر، كما أشرت في بداية حديثك، سواء كان من يعني من قبل أطراف محور المقاومة، لا سيما من حزب الله وإيران وغيرها من الأطراف التي بالتأكيد كما يرشح في الإعلام بأنها تشترك في هذا الرد. لا تنسي كذلك أننا نحن لا زلنا بانتظار الرد على قصف، بانتظار رد من اليمن كردا على قصف ميناء الحديدة قبل أكثر من أسبوعين تقريبا. كون أن يخرج شاب فلسطيني لوحده من منطقة الضفة الغربية كما أعلن كذلك، أو تحديدا من محافظة سلفيت، ويصل إلى هذه المنطقة وينفذ عمليته ويسقط جرحى وقتلى، عددهم تقريبا يعني يتم الحديث عن ستة، واحدة قتلت على الفور وهي سيدة، وخمسة آخرين 2 منهم في حالة حرجة أو ميؤوس منها وفق تقديرات مركز الإسعاف الإسرائيلي. فهذه العملية بالتأكيد من هنا تأتي أهميتها، بأنه إذا يعني في ظل هذا التشتيت والاستنفار الأمني غير المسبوق تحدث هذه العملية. فما بالك إذا كان هناك في جهات منظمة أو دول إسرائيل جميعها، وخاصة هذه المنطقة، منطقة جوش دان بالتحديد، بانتظار الرد، لأن عمليا الاستهداف الإسرائيلي استهدف مدنيين واستهدف عاصمتين، بيروت أولا ثم طهران ثانيا. هل لذلك سيادة اللواء وصف إيزنكوت هذه العملية تحديدا التي جرت هذا الصباح بأنها فشل من نوع آخر يعني للمنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي في ظل ما أشرت حالة التأهب القصوى التي تعيشها دولة الاحتلال؟ هذا صحيح، لأنه أحد أهم أهداف هي فشل بالتأكيد استخباري، لأنه منطقة، لأنه هذه يعني مركز المركز كما يقولون، وهناك حالة تأهب قصوى غير مسبوقة
ليس فقط من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، بل حتى من قبل المجتمع والمواطن العادي في إسرائيل. أحد أهم أهداف العمليات التي توجه فيها نتنياهو تحديدا، وهي في من خلال عمليات الاغتيال التي جرت في بيروت وفي طهران، بأن القوة الاستخبارية لإسرائيل عمليا جرى ترميمها. وإسرائيل وإن كانت يعني هناك كان يعني في السابع من أكتوبر كان هناك خطأ استخباري، ولكن لا زالت إسرائيل أو دولة الاحتلال لديها قوة استخبارية عالية جدا وتقنية، ويدها طويلة، تستطيع أن تصل إلى أي مكان. هذه كانت الغاية الأساسية لهذه العمليات، المراد منها إعادة الثقة للمواطن الإسرائيلي بأجهزته الأمنية وقدراته الاستخبارية التي عمليا قدمت على أنها يعني هي الأولى في المنطقة أو ربما في العالم، وبالتحديد تتقدم على كافة يعني المنظمات الاستخبارية في المنطقة. فبالتالي تأتي هذه العملية في ظل ذلك، فلا فهذا يعني هذا رد سريع ومباشر بأن لا زالت المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية، سواء كان في إطار جمع المعلومات أو تحليل المعلومات أو في إطار الاستعداد العملاني على الأرض، فهي عمليا فاشلة ولم ترمم شيء، وأتى هذا من قبل فرد واحد كما قلت في البداية، وليس من قبل منظمة أو من قبل دولة لديها ممكنات وإمكانيات كبيرة جدا. نعم. فأتفق مع أيزنكوت في ذلك، وإن كان هو شخصية تتميز بأنه بباع طويل بالمجال الأمني خاصة المجال العسكري، ولكن هذه العملية بخطوة صغيرة واحدة أثبت فشل هذه المنظومة الاستخبارية التي حاول الائتلاف الحاكم زعامة نتنياهو أن يغير هذه الصورة ويغير عناوين الصحف في إسرائيل، سواء كان لإعادة الثقة من قبل المواطن بأنه لديه منظومة استخبارية تستطيع أن تصل إلى حيث تريد، وإعادة الثقة للمنظومة الاستخبارية نفسها بأن لا زالت عندها قدرة أن تجمع معلومات وتنفذ ما تريد في أي مكان تريد. نعم، إسرائيل كما أشرت تعيش حالة من التراقب والتأهب على مدار الساعة، وتقف بانتظار ماهية هذا الرد. لنتحدث سيادتي اللواء عن ما هي الأبعاد الاستراتيجية المبنية على أشكال الرد، سواء كان من حزب الله اللبناني أو حتى من إيران أو من كل محور المقاومة، وهل هناك فعليا نظر لحرب شاملة في المنطقة؟ دعيني أبدأ من حيث انتهيت، بأنه إذا كان في هناك نظر للحرب شاملة في المنطقة، أعتقد بأن يعني بعد عشرة أشهر على بدء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، أنه أصبحت الآن المواجهة واضحة جدا ما بين استراتيجيتين اثنتين. الاستراتيجية الأولى وهي التي تبناها محور المقاومة، وهي استراتيجية حرب استنزاف طويلة متعددة الجبهات. هذا يعني الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية، ما بعد عشرة أشهر من استمرار هذه الاستراتيجية، أصبح لا يمكن لإسرائيل التعايش مع هكذا استراتيجية، وبالتالي قررت أن تذهب إلى شيء أكبر، وحتى وإن كان على حساب الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة أو الذين بقبضة المقاومة في قطاع غزة، وحتى دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأكبر والحليف الأساسي لدولة الاحتلال، وفي ظل معارضة من قبل جزء كبير من المختصين في مجال الأمن وفي المؤسسة الأمنية، حتى من سواء كان معارضتهم من ناحية أمنية مهنية صرفة،
أو من ناحية حتى سياسيين، لأن السياق السياسي للقفز إلى هكذا استراتيجية لا يمكن أن يحقق شيء، والهزيمة فيه محتومة. لماذا؟ لأن شروط الانتصار كما حددتها معادلات الأمن القومي الإسرائيلي في مثل هكذا حروب أو في مثل تطبيق هكذا وسيلة غير متوفرة. أولا، مكانة إسرائيل الاستراتيجية في العالم متضعضعة جدا، اقتصاد إسرائيل ينهار، المناعة الإسرائيلية منهارة، النخبة السياسية التي تحكم الآن في إسرائيل أثبتت بأنها ضعيفة أو هكذا ينظر لها على الأقل، وتقدم أولوياتها الشخصية أو الحزبية على حساب أمن الدولة أو على حساب وجود الدولة، لا سيما وأنهم يصفوا أنهم خرجوا إلى حرب وجودية، أي للدفاع على وجود الدولة. فبالتالي النقطة المهمة التي أردت أن أبرزها هنا، بأن الاستراتيجية الأولى وهي استراتيجية الحرب الاستنزاف الطويلة متعددة الجبهات تضع شرط لإنهائها، وهو شرط وقف حرب الإبادة على غزة. فيما الاستراتيجية الثانية تريد تتجاوز هذا الشرط وتريد أن تذهب إلى حرب أوسع أو تكبير عمليا ساحة توسيع ساحة المواجهة. هذه كانت الدلالة الأبرز من خلال الهجمات التي تمت على بيروت وعلى طهران واستهداف هذه الشخصيات مثل هذا الوزن، سواء كان الرئيس الأركان في حزب الله أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أي يعني شخصين بهذا الوزن الثقيل. فبالتالي الدلالة الأوضح والأبرز التي يدركها حتى أصغر الإسرائيليين بأن عمليا نتنياهو وائتلافه الحاكم قد قرر الذهاب إلى توسيع المواجهة مع الحفاظ أو مع الاحتفاظ أو دون التنازل، مع الاحتفاظ باستمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين. ونحن نرى أنه ما بعد حتى هجمات بيروت وطهران أن هناك تصعيد ملحوظ في المذابح التي يرتكبها الجيش ضد الفلسطينيين، سواء كان بمهاجم بارتكاب مجازر في مراكز إيواء النازحين ومعظمهم مدنيين في قطاع غزة، أو من خلال المجازر التي ترتكب يوميا في الضفة الغربية والتي كان آخرها تلك المجزرة في تلكرم. نعم، السؤال سيادتي اللواء، يعني الآن هي حرب ليست فقط عسكرية وإنما حرب نفسية أيضا تقاد في هذه المرحلة في ظل عدم التكهن بتوقيت الرد وماهيته وطبيعته. هل سيكون الرد بصورة منفردة أم بشكل جمعي من قبل كل محور المقاومة؟ ولكن الاحتلال الإسرائيلي تحديدا، يعني كيف يتعامل مع حالة التهديدات الإيرانية وحزب الله والمقاومة، وصولا إلى التصريحات السابقة لجهات في حزب الله وإيران كانت تتحدث أنها سترد في أوقات سابقة ولكنها غير معنية بجرأة المنطقة نحو حرب شاملة؟ هل سيكون الرد بوجهة نظرك موجعا للاحتلال أم سيكون محددا ومدروسا؟ وفق الخطاب، سواء كان للصادر من طهران أو الصادر من بيروت وخاصة من قبل حزب الله، فأن الرد بالتأكيد سيكون مؤلم وموجع ومؤذي ومفاجئ. وأعتقد بأن كل من حزب الله وإيران يمتلك القدرات على معاقبة إسرائيل بمثل هكذا رد. كذلك إيران، فلا تنسي بأنه جرى ضرب الحديدة أو الاعتداء على الحديدة بهذا الشكل الهوليودي فقط لإشعال النار ليراه كل سكان منطقة الشرق الأوسط، بأن من يعتدي على إسرائيل هكذا يكون مصيره. هذا كانت الرسالة الأهم من خلال ألسنة النيران التي ارتفعت عاليا في ميناء الحديدة. أعتقد بأن إمكانيات إيران وإمكانيات حزب الله وإمكانيات غيرهم من أطراف المقاومة هي أقوى بكثير، ويدرك إسرائيليين بأن تصدق إسرائيل بقضها وقضيدها
أن حزب الله قادر على الإيذاء، لا سيما وأنه يمتلك بنك معلومات هو عمليا قد نشرها من خلال الهدد 1 والهدد 2 والهدد 3، وهذه لها دلالات مهمة جدا. أما فيما يتعلق بالجانب النفسي في الحرب، فكل الحروب بالتأكيد بها جانب نفسي ولها علاقة، ولكن تحديدا في المواجهة، مواجهة الفلسطينيين أو مواجهة العرب والمسلمين مع الكيان الصهيوني هذا الدخيل على المنطقة والغريب في المنطقة، جانب الوعي وجانب الإعلام وجانب إعادة صياغة الوعي وبما في ذلك الجانب النفسي منه لا يقل أهمية عن المواجهة في الساحة العسكرية، لأن الغاية الإسرائيلية للحركة الصهيونية هي زراعة وعي أو حفر وعي في داخل العقل الفلسطيني والعقل العربي بأن هذه الدولة وجدت لتبقى، وما عليكم إلا التسليم بوجودها. نعم. والخضوع لإرادتها. نعم. هذا بالتأكيد رسالة مهمة جدا مورست على مدار العقود السبع الماضية وتمارس الآن بشكل أوضح جدا سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولكن أتت هذه العملية التي يعني افتتحنا حديثنا بها وهي عملية حولون في قلب غوش ديان، وتؤكد بأن هذا الوعي لم يتغير، بل هو مصر رغم كل الأذى الذي يلحق به، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه، إلا أنه متمسك بوطنه ومصر على المقاومة حتى نيل حقوقه وتحقيق حريته وإقامة دولته. نعم، أسأل تحديدا فيما يتعلق بإيران، يعني القيادي إسماعيل هانية اغتيل في عقر دارها في مكان يعني من المفترض أن تكون درجات الأمان العسكري والرقابة العسكرية فيه عالية. تعددت سيناريوهات أو الحديث بصورة مبدئية عن كيفية اغتيال يعني هانية، وآخرها كان ما أعلن الحرس الثوري باستخدام مقذوف قصير المدى. أي بعد تحمل هذه التكهنات وأي ردود فعل في الأوساط الإيرانية، خاصة أن هناك واضح أنه أصيبت في عقر كما أشرنا في داخل منزلها وداخل ديارها في منطقة من المفترض أن تكون ذات بعد عسكري وأمني كبير جدا، وفي ظل استمرار عمليات التحقيق والاعتقالات لعدد من الأوساط والمسؤولين الإيرانيين؟ هذا صحيح، عمليا يعني نتحدث بصراحة، اغتيال السيد إسماعيل هنية في قلب طهران وفي قلب هذا المكان وفي هذا التوقيت، كونه ضيف دعية لحضور مناصب ترسيب رئيس جديد، هي نقطة ضعف يجب أن نعترف بذلك، وهذا خطأ بالضرورة أن يتم معالجته وتصحيحه عمليا. والمهم هنا بأنه ليس المرة الأولى التي تمكن فيها إسرائيل من الوصول إلى تغتال يعني أهداف في قلب إيران. لا تنسي قبل ذلك أنه عالم العالم النووي الذي جرى قبل أقل من سنتين تقريبا زاد، التي جرى اغتياله أيضا بأسلوب تم في توظيف الذكاء الاصطناعي. أعتقد بأنه لا يعني هذه نقطة ضعف يجب معالجتها أو خلل يجب مضاعفته، ولكن المهم في النهاية أن عملية الاغتيال هي رسالة مزدوجة. بالدرجة الأولى أن المستهدف هو حماس أو رئيس المكتب السياسي لحماس، وثانيا أن المستهدف إيران، كونه أن العملية جرت في قلب طهران وهو بحماية واستضافة الدولة ومؤسساتها، فبالتالي الرسالة هي مزدوجة. وكان قبلها بعدة ساعات جرى استهداف شخص كبير أيضا وذو وزن ثقيل في عسكريا في بيروت، فلذلك انا لا اتردد ان اقول ان هذا عمليا يعني فيه
فيه نجاح استخباري كبير، ولكن نعم، هذا ولكن النجاح هذا النجاح الاستخباري سيادة اللواء عذرا عن المقاطعة لم يأتي بتدخل إسرائيلي بحت، لأنه الجميع يدرك أن الاحتلال ليس لديه القدرة والإمكانية على تنفيذ هذه الاغتيالات في أماكن يعني كطهران والضاحية وغيرها من هذه الأماكن في إطار الدعم الأمريكي، وهذا كان واضحا من خلال الاتهامات التي جاءت على لسان إذن عدد من المسؤولين الإيرانيين إلى تورط أمريكا في تنفيذ عمليات الاغتيال، وفي ظل الحديث الضمني للولايات المتحدة الأمريكية عن أنها بحالة والضغط لهدوء في المنطقة، ولكن يعني الظاهري عفوا، ولكن الضمني هناك سيل من الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي لصالح الاحتلال الإسرائيلي. سيء في هذا الموضوع، دعيني أعتمد رسميا على البيان الذي صدر بالأمس عن الحرس الثوري الإيراني بأن العملية تمت من خلال مقذوف يزن يعني وزنه 7.5 كيلو، رأسه الحربي، وأطلق من داخل إيران، ومسؤولة عنه أو إسرائيل بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدعم الذي قد من خلال الدعم الاستخباري الذي قدمته أمريكا لإسرائيل. أمريكا ليست بريئة في الموضوع، أمريكا هي صاحبة مشروع إسرائيل عمليا، وإن كان نتنياهو الآن يتمرد ويحرج ويسفه الرئيس الأمريكي بايدن عمليا، إلا أن في النهاية إسرائيل تدرك بأن الاعتماد على أمريكا هو جزء أساسي أو ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها الأمن القومي الإسرائيلي. ولكن الآن إسرائيل في حالة صراع شديد أن أمنها القومي إلى متى، خاصة بعد أكثر من 7.5 وقود على الإعلان عن قيامها والإعلان عن صناعتها في المنطقة، لأنه جرى صناعتها صناعة، هذه دولة صنعت صناعة في المنطقة، هي ليست مرتبطة في هذه المنطقة وليسوا هم أصحاب الأرض، هم صنعوا هذه المنطقة، صنعوا هذه الدولة على حساب الفلسطينيين، ومضى على هذه الصناعة أكثر من 7.5 وقود. إلى متى ستبقى هذه الدولة ترتكز في الدفاع عن أمنها ووجودها على قوى أخرى وتحديدا القوى العظمى؟ كان الغاية عندما وضع بن غوريون هذه الركائز في بداية خمسينات القرن الماضي بأن الاعتماد على قوة عظمى يأتي من باب أو من حقيقة أن إسرائيل دولة صغيرة، وإسرائيل واحتياجات إسرائيل الأمنية لا يمكن تلبيتها من خلال مواردها الطبيعية، فبالتالي يجب الاعتماد على قوة كبرى ماديا بالدرجة الأولى وعسكريا وسياسيا. ولكن نتنياهو الآن يحمل وجهة نظر أو قناعة، وأعتقد بأن هذه قناعة موجودة عند كثير من سواء كان في الائتلاف أو المعارضة، بأنه لكي تكون إسرائيل دولة عظمى في المنطقة ودولة عظمى في العالم يجب أن تنمي مواردها بحيث تستطيع أن تلبي احتياجاتها الأمنية، ليس فقط بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن صناعة التكنولوجيا مزدهرة لديها، ولا سيما ما بعد الاكتشافات الضخمة للغاز، أي أن إسرائيل الآن تعتبر ما بعد الاكتشافات التي جرت في شرق المتوسط تحديدا، كل منطقة شرق المتوسط تمتلك يعني مخزون كبير جدا من الغاز، وأصبحت ويمكن لإسرائيل أن تكون دولة مصدرة فيه. نعم سيادة اللواء، في جزئية جدا مهمة وباقتضاب لو سمحت لأن الوقت يداهمنا، يعني إسرائيل أكيد من المفترض ومن الواقع ومن المنظور أنها ستتكئ على الدعم الأمريكي وعلى استخدام القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة ومنها المنتشرة بالقرب من إيران وعدد من الدول العربية، خاصة في ظل ما يرشح عن تحركات وعن تسارع في الحراك العسكري عبر يعني أنظمة القطع البحرية وأنظمة الدفاع
الساعات الجوية الأمريكية التي بدأت في الساعات الأخيرة في التحرك، كيف ستعتمد إسرائيل على هذه القواعد الأمريكية المنتشرة للرد على أي هجوم قريب من حزب الله أو من إيران؟ إسرائيل تدرك، أو أصغر الإسرائيليين سنا يدرك، بأن إسرائيل لا يمكنها مواجهة هذه التهديدات، خاصة إذا كانت من حزب الله أو من إيران، بدون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. ولدينا تجربة عملية في هذا الموضوع. الهجوم الكبير الذي نفذته طهران في شهر نيسان الماضي، ما كان بإطلاق هذا العدد الضخم من المسيرات والصواريخ، ما كان بإمكان إسرائيل لوحدها أن تواجهه. يدرك الإسرائيليين ذلك، سواء كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي. وبالتالي في أي اعتداء قادم أيضا هناك حاجة ماسة لتدخل نفس الطرف، ولكن الخلاف هنا بأن عمليا وكما جرى كما رشح عن المحادثة التي جرت قبل يومين ما بين الرئيس بايدن وما بين نتنياهو، بأن عمليا بايدن ذكر ذلك وبصوت عالي، أنك برفضك مقترح الصفقة التبادل الأسرى التي قدمت منك شخصيا، أنت تحرجني ومن غير المسموح لك أن تجرني إلى مواقف لا تخدم المصلحة الأمريكية. هذا ما رشح في الإعلام، وذكر أيضا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفق، أو الإدارة الأمريكية الحالية بزعامة بايدن لا تتفق مع الوجهة التي اختارها نتنياهو في هذه الحرب، بمعنى بأنه لا يتفق. يؤكد من جهة أن نتنياهو قرر التصعيد حتى لو أدى إلى اندلاع حرب كبرى، ويعكس من جهة أخرى أن هناك خلاف وأن كان جزئي. ولكن على الرغم من هذا الخلاف الولايات المتحدة الأمريكية كونها صاحبة مشروع صناعة هذه الدولة، أو هي الشريك الأكبر في صناعة هذا المشروع، وبالتالي لن تتوانى عن الدفاع عن إسرائيل. لأن المواجهة كما ذكرت في البداية، أريد أن أضيف جملة صغيرة في دقيقة جدا، بأن محور المقاومة في استراتيجيتي التي تبناها وذكرتها في البداية، أيضا يؤكد بأنه من غير المسموح لإسرائيل أن تهزم الفلسطينيين في هذه المواجهة. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان بوضوح ذكر هذا على لسان المرشح لنائب الرئيس ترامب، أيضا قال أيضا من غير المسموح لكي ينتصر محور المقاومة على إسرائيل. وبالتالي نحن في تصادم كبير جدا ما بين غايتين وما بين استراتيجيتين. لا يبدو أن إسرائيل لوحدها قادرة على الانتصار فيها. نعم، شكرا جزيلا لك اللواء أحمد عيسى، وجودك معنا هذا الصباح.